نحن الآن في مطعم فيروزيات في رفيديا وفي شارع رفيديا، وهذا المحل أول مطعم أول مرة بشوفه وباجي عليه، واللي دعاني اللي هو سمير سبع الجولي من عراك التايه. بدنا نصور طاولة الأكل قبل بداية المعركة، وهذا أبو هاني، وهذا أبو هاني من كفر خلية شرفنا. وأهلا وسهلا يا هاني أبو هاني. الأمريكا بتكون أهلا وسهلا. أهلا هاي شايف الجماعة جهزوا حالهم واستعدوا لخوض المعركة. يا هلا أهلين أهلين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام والتحية. تليفون وكاميرا وكل شيء. لا لا هذه كاميرا بس. والله كاميرا. فيكتوري. فيكتوري تو فلسطين. اهلا وسهلا. هاي يوم آل الهندي. مساء الخير وأهلا وسهلا وميت مرحبا بالجميع. نجتمع اليوم وهذا يوم مبارك ومقدس عند الجميع، الجمعة، واللي فيه الجماعة بتجتمع، ونحن هنا إخوة وأهل. نبدأ بالسلام لكم والسلام عليكم. وعليكم السلام. أهل إخوان. والواقع بنجتمع اليوم على رغبة من ابن إلنا جميعا، وهو حفيد أهلكم وأصحابكم وإخوانكم في رفيديا. آل بكات وآل جودي والأهل كلنا مع بعض إخوان موجودين. هو حفيد عائلة هرمات، فباسم الحفيد وهو جوز بنتي برضو برحب وآل هرمات وإخوتي الكهنة وآل رفيديا جميعا، بنرحب فيكم في هذا المكان إخوة وأهل. وإحنا بنعرف نابلس مدينة عبر التاريخ لها تاريخ وحضارة، وتعتمد على العلاقة المتوازنة ما بين الجميع، وهذا فخر إلنا جميعا أبناء نابلس. وأبو سائر بظن بيشاركني في الموضوع، فبالتالي احنا هنا مجتمعين كمان في إلنا أخ وابن لالجودي. سحبة الأقدار والظروف للسعودية ومن السعودية لأمريكا حتى غاب 25 سنة، والآن أول مرة يجي فيها لنابلس بعد هذا الغياب. فطبعا هذه فرصة عزيزة للأهل يجتمع من بالشمل بعد 25 سنة من غياب. بس ما سماش اسمه، ما تعرف سمير جوزي. فبالتالي هذا هو اللقاء، لقاء محبة. والمحبة كانت موجودة بنابلس عبر التاريخ كما قلنا، ونابلس لها جناحان. يا هلا يا هلا. آل بكات تحياتنا.
والقايد والعائلات الأخرى الموجودة في الجناح الشرقي مع أبنائنا المخيمات، ومن أيضا أهل إلنا وإخوي وضروري حكمت علينا نكون في هذا الواقع، لكن من تم أهل مشاهدة السنة اللجوء أو الهجرة أو الاحتلال. وهذول الجناحين بلدتين كانوا منقسمات بالنسبة لنابلس، وكان كل بلدة إلى مختار رئيس مجلس القرار، ولكن هذول الجناحين نابلس لا يمكن أن تحلق بدون جناحين، ولا يمكن أن تحلق بجناح واحد. فالجناحين اجتمعوا مع هذا الجسم النصر حتى حلق، وصل اسم نابلس للعالم أجمع، خاصة في هذه الأيام وبعد الانتفاضتين في يمن الانتفاضتين، أعطت نابلس سمعة وقيمة بالإضافة إلى جامعة النجاح اللي أنا بفتخر أكون عضو فيها. وبالتالي نابلس أهلا موقعها عالميا بالإضافة إلى واقعها الاجتماعي. ومن هنا وفي هذا اللقاء الأخوي اللي بنجتمع فيه على طعام، الطعام هو محبة، الطعام هو لقاء، مش بحاجة لإنسان يجي يجتمع ويأكل لقمة ويطلع في طعم بالظهر. ومن هنا بقول إنه إحنا إخوة وأهل المجتمعين مع بعضنا البعض، وبدعو للجميع خاصة في هاي الأيام العصيبة إنه نتم موحدين إخوة وأهل حتى نواجه الواقع السياسي للأسف اللي بنعيش فيه، والهجمة الموجودة ضد الشعب الفلسطيني، وسلطتنا موجودة بالأخ يوسف حرب موجود معنا، أهلا وسهلا طبعا. وهيك الرسالة بظن بتكون وصلت لأصحابها. هيك أبو أحمد، أولا العمل على توحيد الصف الفلسطيني، وثانيا أن ننطلق بوحدة لمقاومة ومجابهة ما سوف يحل على القضية الفلسطينية أكان سلبا أو إيجابا. وبالتالي حتى لا نفوت الفرصة من ناحية السلبية ونحقق أمانينا في وحدة الصف والحفاظ على الوجود والهوية الفلسطينية. فنحن أبناء فلسطين راح نبقى المثل، ونبقى أيضا جميعا منا إحنا موجودين أرباب عائلات، وإلنا كل واحد واقعه في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أن نحافظ على هذا الوجود، وأن نعطي القدوة والمثل لباقي الوطن في ضفة وغزة. وأهلا وسهلا بالجميع باسم آل ويكات إخوة الكهنة وأهالي رفيديا. بنقولكم إنه إحنا أهل وإخوان، وهو طعام محبي. وتفضل.